ايوه الو، السلام الله عليكم. امين. كيفك شيخنا؟ خليل يا ان شاء الله كل عام وانتم بالف الف خير. وانت بالف خير يا سيدي. جمعنا واياكم تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام يا رب. شكرا على هالكلام الحلو اللي بيبعث الروح والطمأنينة للقلب. خليلي اياك يا كلامك سيدي، كله حلو، كله عسل عسل، يعني من حقه حقيقي بتحس بالراحة النفسية. الله يبارك فيك يا سيدي. يعني لحد انه بدي اقول لك انه مرة بالاسم بدك بحكي لك، بمشفى الفرنسي بالشام كانت عائلة من اخواننا المسيحيين الكرام، عندهم بنت بدها تعمل عملية ومجهزين للعملية، حاولوا يفتحوا الباب ما انفتح معهم، هي بالأوضة البنت الله يعافيها. آمين. ففتحوا الباب، قالت لها لأما لك ليش بدي؟ قالت لها ليش؟ قالت لها كان سيدنا محمد عم يزورني. اللهم صل. قالت لها شو هالحكي؟ ما أخذوا بكلامها، فوتت الدكتور بدي يحضرها للعملية، قال لهم بنتكم مشافاية وما بدها عملية. سبحان الله. فشاهدوا الكل. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الأكوان، سيد الأكوان، سيد الكرام. وبدي أقول لكل شيء عم يسمع، يا إخواننا تسامحوا بجاه اليوم الفضيل والكريم كرمال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل مين مزعل حدا معلش يتصل ويقول له أنا يا ريت ساعتها بيتحقق العيد فعلا. عم أقول لك أنا عم بطلب هلأ كرمال سيدنا محمد، يا جماعة لا تخلي أخ ولا تخلي صديق إلا وتسامحوا وتتسامحوا، وكلياتكم تصلوا على النبي، وكلياتنا إن شاء الله يا رب يعيد الأمن والأمان لهالبلد. آمين. وبصلاة على النبي. وشكرا لك، حياك الله. كليات فريق العمل على راسي يا أخي، كثر الله خيرك. الله يكرمك. حبيبي علي العم. الله يرضى. مرحبا شيخي. ميت مرحبا. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا بابا. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا عمو. معلش شيخ تعطيني العمر الصاد. معلش تعطيني العمر الصاد تبعك، عندي لك سؤال خاص اسمح لي. انا عايشة بتركيا. اعطيك رقم الواتساب. ايه عندي لك سؤال خاص كتير على الاساعة. يعني بخجل اسألك على الاساعة. اعطيك الواتساب. ايه بدي اسألك سؤال خاص، يعني كم سؤال بده يجيني وكم مكالمة لح تجيني؟ اي نعم، هذا بدون شيء مطوش راسي. طب شلون بحسن احصل على رقم تليفونك؟ طيب شلون بحسن احصل عليه؟ احكي مع الاذاعة بعد ما بينتهي البرنامج وهن بيزودوك بالرقم ان شاء الله. يعطيك الف عافية، كثير شكرا. الله يرضى عليك. اهلين عمي. الو. الو. وعليكم شيخنا. عليكم السلام يا سيدي. عم بتصل فيك من المانيا. اهلا وسهلا ومرحبا. عراسي والله دائما عم نطلع على فيديوهاتك ونحن بنحبك كثير، ودائما عم ندعي لك و لا تحرمنا من نصائحك ومن دعائك. احبك الله الذي احببتني فيه يا اخي. ان شاء الله اذا نقلب على سوريا شي يوم، اذا كنا يعني اذا لساتنا عايشين تمر عليك ان شاء الله. اهلا وسهلا ومرحبا، صدر البيت لك. اهلين عمو. اهلنا انتم. يقعد جنبك والله دائما لما بطلع على فيديوهاتك بحسد الناس اللي حواليك. سبحان الله، الله يرضى عليك. اهلين عمي. ان شاء الله كل عام وانت بخير بمناسبة هاليوم الفضيل. وانت بألف خير، الله يرضى عليك. السلام عليكم. السلام يا اخي. بدنا نحكي مع الشيخ بعد اذنك. تفضل، انا عم اسمعك. اهلين يا شيخ. حبيبي. شيخي انا بحكي معك من المانيا. اهلا وسهلا ومرحبا. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف ألف خير حبيبي. سيدنا الشيخ بدي أسألك سؤال مشان هون الصلاة. ايه جانا. تفضل. طب صلاة الصبح وبعدوا صلاة العشاء نص ساعة. هلا أخروا صلاة العشاء، بتتأخر ما في مشكلة، ما حوقت طويل صلاة العشاء. ايه فالصبح يعني خمس دقائق يصلوا صلاة الصبح وبيمشوا، هل يجوز هيك؟
هلا حسب المكان وحسب اتفاق المحلي. يعني اذا كان احنا عندنا بالصالحيه بالشيخ محي الدين في عندنا جامع بيجوا بيصلوا فيه المتعايشه كلياتهم، بيجوا بسيارات السوزوكي والوانيت البيت بيك اب وكذا، مباشره ركعتين السنه ركعتين الفرض على سوق الهال دغري، لانه اذا كانوا طولوا ما بيلحقوا الفرض مع الجامع. اما في مساجد نعم مقتن الساعه، اما في مسجد عندنا بالصالحيه 50 دقيقه هي على السنه، ويستحب الاسفار بالفجر للرجال. الاسفار يعني الاضاءه، يعني جهجه الضوء. الله يعطيك الف عافيه. لكن خلي لي اياك، الله يتقبل منا ومنك يا اخي. تسلم لي، انا من حلبة. والبركه، احلى ناس شعب حلب. انا راضي. اهلين عم، الله يرضى عليك. اهلين شيخ، الله يعطيك العافيه. الله معك عمي. الو. السلام عليكم. السلام يا سيدي. كيفك يا شيخ؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. وانت بألف خير يا أخي. شيخي أنا بس متصل فيك، بدي أوصل لك سلام من كل أهالي حما، من الكل. الله يرضى عليكم. الله يوفق دعينا يا شيخي بعيلنا. الله يحميكم، الله يرضى عليكم، الله يبارك فيكم. الله يطول عمرك يا شيخي، شكرا كثير، الله يطول عمرك. أهلين عمي، الله يرضى عليك، الله معك عمي، مع السلامة. أيوه. مرحبا شيخنا. ميت مرحبا. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا أخي. شيخنا بس عندي سؤال. قلني. هلا بنتي حماي امبارح وصيني قال شايفيني انا ومعاها عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بعدين رحنا عند سيدنا عمر وابو بكر. حلو. وما عارف شو يعني. يعني منام. ايه هي ما بعرف منام رؤيا ما بعرف، بس خبرتني دق التليفون وقال هيك هيك صارت معه. حلو ما في شيء يعني، شايفتك نعم انه عند النبي عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله الله بيكرم الجميع هيك بحجه او عمره، الواحد يروح يغسل قلبه هنيك. نعم ان شاء الله. امين يا رب. اهلا يا عمي. يعافيك يا رب. الله يرضى عليك. نعم نعم. مرحبا. ميت مرحبا. كيفك سيدي؟ ان شاء الله. خلي لي اياك يا سيدي. ان شاء الله كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. يا رب يخلي لي اياك يا رب. سيدنا انا من اهالي الميدان طبعا. والنعم. منك يا سيدي، خلينا اياكم يا رب. سيدي بس سؤال صغير الله يكرمك. تفضل. استخاره. بديت الاستخاره. ايه. بعد صلاه العشاء ولا قبل صلاه الفجر؟ انا بصلي ركعتين في غير وقت مكروه. تمام. ما يكون في وقت كراهه، بصلي ركعتين. وبتدعي بدعاها، والاستخارة مو هو منام يعني، لا إما تعسير أو تيسير، انشراح صدر أو انقباض صدر، وشو الله سبحانه وتعالى بيسر لك امشي، لا تستشير وبعدين دير ظهرك وتمشي. لا طبعا شو ما أيوة إذا استشرته خلص شو بيشير عليك ساوي. والنعم بالله والنعم. خلي لي إياك يا أخي. خلينا إياك إن شاء الله، طولنا بعمركم والحمد لله هيك عم نسمع الصوت الحلو يا رب. ربي يجبر خاطرك على عيني يا أخي، الله يرضى عليك، الله معك عمي. وعليكم السلام. كيفك سيدنا؟ خلي لي اياك يا سيدي، الحمد لله. على الاسمر عم بحكيك من فتيه. اهلا وسهلا ومرحبا. يعطيك الف عافيه يا شيخ، بحب اهناك بهاليوم الفضيل، وبدعي الله سبحانه وتعالى انه يشفيك ويجاه الحبيب محمد ويجاه يوم كريم، وبدي منك طلب من بعد عمرك 100 سنه الدعوه صالحه هيك انه نرجع للبلد. امين. اي والله اي والله اي والله، لاني عن جد تعبنا يا شيخ. اي والله ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بيردكم لهالبلد هذا على خير وسلامه ان شاء الله. امين يا رب. بدي سؤال بس هيك اذا ممكن. قل لي يا عمو. الله يكرمك يا رب. عندي اخي عاطي مصراط لصاحبي. ايه. تقريبا بناخذ 10,000 دولار، عم بشغل له اياهم. ايه. وبيعطيه عليهم نسبه بدون حساب. يعني مجرد هيك بدك تقول على البركه يعني مثلا إيه؟ شهر 300 دولار، شهر 400 دولار حسب تيسير الشغل بس بدون حساب ورا الأمر. نعم. هذا الشيء حرام ولا؟ اي ما بيصح. في شيء حرمانية؟ طبعا لك ما بيصح. لأنه لما أعطي مصاري لزلمة على المربح والخسارة. بده كل سنة يعمل جنب. المربح والخسارة بس بقى إنه ما في حسابات ورا وقلم، يعني يوم بيربح كثير من دون ما يحسب بيعطي مثلا زيادة، يوم بيربح قليل بيعطي مبلغ قليل. عليهم. بس يكون محسوب يعني مو على البركة، ما في شيء اسمه بركة. أيوة. نعم. طيب يعطيك ألف عافية. عراسي يا أخي الله يرضى عليك، أهلا وسهلا عمي، الله معك مع السلامة. أيوة. ألو. ألو مرحبا.
ميت مرحبا. نعم يا بابا. بدي اسالك سؤال. سالي. انا مكتوبه بس مو مكتوبه كتاب يعني بس مقريه الفاتحه. ايه. وبابا توفى من فتره. هلا بجوز ماما تحكي مع خطيبي مثلا على التليفون او تشوفه؟ اذا مو مكتوب كتابكم شلون يعني بدك تشوفيه وشوفيه؟ لا مو انا وماما انه على التليفون بس تحكي معه. يعني بده يكون كلام عادي جدا. مو كلام بين زوجين يعني. لا لا يا لا ما فهمت عليه. ايه عم قلك انه انا مكتوبه بس مو مكتوب كتابي. فانا جاوبتك. إيه لا بس ماما عم قلك فايته بالعده. او اذا عملت فايته بالعده؟ ايه انه بجوز تحكي مع خطيبي ولا لا؟ تفتح عدتها اذا حكيت معه. اه يعني امك تحكي مع خطيبك؟ ايه تحكي معي امك شو المشكله يعني؟ تحكي مع اللي بالعده. ولو كانت بالعده مين قال لك العده انه ما بتحكي مع حدا؟ بتسلم وبتقيم وبتحكي على التليفون وبيندق البلده. بس ثلاث شغلات تحرم عليها، تحرم عليها تنخطب، تتزين، تنام برات البيت. اذا بدها جرزه بقدونس، اذا عاملين اكل فول وما في مين يجيب لها بقدونس، تلبس غطاها وبتطلع بتجيب برا جرزه بقدونس وبتجي. بس نحن محرجين كثير بالعده تبعنا، اغلبها اسرائيليات. حتى بالعدة تبع النساء مساكين يعني ما بيجوز الشمس تشوفها، ولا بتاكل شيء ذكر كمان. الزيتون ما بتاكل، مكدوسة بتاكل، لبنة بتاكل، لبن مصفى ما بتاكل لأنه ذكر. نحن وبيت مجانين. نعم ديننا ساوينا على كيفنا، نحن اخترعنا بإيدنا. ليلى لأمك تحكي مع خطيبك ما في شيء بنوب. نعم أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يرضى عليك. أهلين عمي. السلام عليكم. سلام يا أخي. الشيخي بس يسأل سؤال بعد ذلك. سألني. هلا ورث اليانصيب حرام ولا حلال؟ شو ها؟ ورث اليانصيب. ورث اليانصيب؟ ايوه. هي اسمها يا نصب. يعني حرام. ما يصير. ايوه. يلي بيربح بيربح اموال اللي خسروا. فهمت عليك. تمام. الله يرضى عليك. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك حجي؟ خلي لي اياك يا اخي. الله يطول لي بعمرك. معك حسام الاحجار. طول عمرك. امرني. الله ما يمر عليك ظالم. سؤال حجي. تفضل. صفة الصلاة للمرأة المفروض تتقيد بالصلاة للرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ كيف يعني؟ يعني مثلا الرجل على حسب صفة صلاة الرسول انه بيحط ايده على الصرة او فوقها بشوي. ايه. طيب ليش النساء عندنا بسوريا بيصلوا بيحطوا ايدهم على صدرهم فوق؟ منين جايبينها هذه؟ هي مو شغلة سوريا او غير سوريا، هذا فقه. هلا احنا نعم بالنسبة لنا الفقه بانه هيك صلاة المرأة. نعم تحط ايديها على صدرها، اليمنى فوق اليسرى. نعم وما بتفرج اصابعها عند ركبها، وتضم بدنها كله لبعضها لانه عبادتها مبنية على الستر. ايوه. نعم يا سيدي. يعني في له حديث عن الرسول انه مثلا تحط ايده لفوق ولا بس فقهيا الاجتهاد؟ لا فقهيا. هلا اذا كان ما ورد شو بتساوي؟ نحط ايدينا مثلا في اماكن، حتى في يعني مذاهب بتخلي الرجال يحطوا ايدهم على صدرهم، مزبوط؟ ايوه. انا الله يجزاك الف على راسي يا اخي. خلي لي اياك حبيبي. الله يخليك. اهلين عمي. الله يكرم. الله معك. مع السلامه. الو. الو. ايوه. السلام عليكم شيخنا. سلام يا بابا. الله يجاوبك يا رب، يطول بعمرك ويخلينا يا رب. اهلين عمي. صوت الحلو يا رب. مريني. ان شاء الله ما يمر عليك ظالم يا رب، الامر لله. الله يوفقك يا رب، بس حابين نسمع صوتك اكثر من يوم بالاسبوع، معلش مرتين يعني، بس اذا ما بتتضايق الله يقويك يطول بعمرك، يعني كثير قليل يوم واحد. ان شاء الله. ليه خليتي كل شيء بالاذاعه قاعد يجلس قعدته ويتفرج عليه وصار يسفوا؟ الله يوفقك يا رب، الله يقويك ويطول بعمرك يا رب، لأنه صوتك كثير بيروح عن القلب. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك، إن شاء الله، بنقول إن شاء الله. إذا مرتين بالأسبوع الله يقويك يا رب، والله كثير قليل. بإذن الله، إن شاء الله هيك، بس ادعي لي بالصحة والعافية. آمين يا رب، يعطيك الصحة وطولة العمر يا رب. الله يرضى عليك يا أمين عمي. احنا من صوتك يا رب. الله يكرمك، هلا عمي. أيوه. السلام عليكم. سلام يابا. يا شيخ عندي أنا سؤالين. تفضلي. هلا اول شيء كل عام وانتم بخير وقبل كل سنه. وانتم بخير يا بابا. الله يسلمك. هلا انا اذا بسبح مو على وضوء. ايه.
بيصير؟ بيصير بيصير. والسؤال الثاني، انا اجت لعندي بنت عمرها شي 13 سنه معها بيجامات. شو معها؟ حاولت معها بيجامات، يعني عم تبيع بيجامات على اساس. ايه ايه. بس هي قرأت لي جهازي، المهم انا حسيت عليها اخر وقت، يعني كانت بتطلع من بيتي معها جهاز تليفون يعني. نعم. المهم حسيت عليها، اخذت التليفون، ردت فعلي اني عفت البيجامات، قلت لها ما بصير تاخذيهم. مشان يعني اني تبطلي هالعاده السيئه اني تسرقي تليفون الناس. ايوه ايوه. هلا البيجامات عندي انا، يعني لا رجعت اجت البنت لعندي وانا ما بعرف شو بدي اسوي فيهم، بس اللي صار اني ردت فعلي انا اني قلت لها خلي البيجامات عندي ما بصير تاخذيهم. ايوه والله بابا، اذا ما استدليتي عليها وما عرفتيها وينهم، فاما بتصدقي فيهم، بس تكون صدقه جاريه، يعني اذا بتبيعيهم وبتحطي ثمنهم بجامع مثلا بناء مسجد او مدرسه شرعيه على نيتها، مشان يوم القيامه تلاقيهم هنين، لانه انت تصرفتي تصرف خطا. هي هي ردت فعلي هي. اني كانت شايفه لي جهاز قيمته غاليه، ردت فعلي قلت لها خلي البيجامات. ايه بابا، بس لما انت اخذتي شيء مو لك كمان يعني. صح. هون المشكله، لانه اي نعم هي اخطات، اخطات، لكن لها حساب في الشريعه، لكن مو من ضمن حسابها انه نشلحها ايش اموالها. اذا ما اجيت اي نعم صدقي فيهم اي نعم على اسمها، مشان تلاقيهم يوم القيامه. هي هلا هن صار عندي شهرين وانا محتفظه فيهم على امل اني ترجع تجي. إيه لسه بكير، لا خليهم، احسبيهم لقطة، لقطة سنة. يعطيك العافية. الله يرضى عليك يا أهلين عمو. أيوة. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام يا بابا. بيك يا رب، بس أنا نسيت عايدك وقلك كل عام وأنت بخير. وأنت بخير يا بابا، الله يرضى عليك. يعطيك طولة العمر والصحة والعافية. أهلين يا عمو. سؤال كمان. سأليني. هلأ أنا بشوف رؤيات مرات بتتحقق شيخنا، يعني بعد 3 أيام. ايوه، بس بحب يعني بتمنى انه المنيح يتحقق، مو اكثر انه اللي بشوفه الماله منيح، يعني بتنبدا فيه قبل بثلاث ايام اربع ايام بعدين بيصير. يعني كل المنامات اللي بتشوفيها بتصير؟ مو كلها مولانا، يلي مو منيحه بس، يعني بدرى مثلا بخبر يعني قبل اربع ايام بعدين بيصير بالمنام. والله منيح. بتمنى انه الحلو هو اللي يتحقق. والله انا ما بتحققوا مناماتي. والله مولانا بشوفه بعدين بيصير، يعني شوف منامات تخبيص بتخبيص، ولا بيتحقق لي شيء، ولا لك لا مزعج ولا منيح ولا اي شيء. ما شوف، بتمنى ما اشوف ولا منام، بس دائما بتنبا قبل باربع ايام بعدين بيزبط النبا. بعد من هول الاربع ايام كون نسيت شو شفت كمان. بتذكر انا بعدين مولانا، بعد ما اشوف الحلم وقت بيصير بتذكر انه انا شفت. ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بيجعل لك المنامات تتحقق كلياتها تكون منيحه ان شاء الله. بدعينا. الله يرضى عليك، يختار لك ما في رضا. اهلين عمو. ان شاء الله كل عام وانت بخير. وانت بالف خير يا بابا. الله معك عمي، مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. سيدي سيدك الله، بنقدر نحكي مع فضيلة الشيخ الله يخليك؟ تفضل يا سيدي، معك انا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. الله يخليك، انا عم حاكيك من اوروبا. وعندي عدة أسئلة مهمة كثير، يعني واحدة منهم أنا أعلي دين قبل الأحداث لشخص بالسوق. أنا كنت أنا مهنتي تدفئة مركزية، فأخذ من عنده بضاعة، فقالوا عندي كان بهذيك الأيام 100,000 ليرة، 150,000 تقريبا. هلا طبعا صاروا 200,000، ما بعرف على زمته 200 وشوي. مهم مو هذا حديثنا. هلا بده المبلغ هو ما يقارب 2.5 مليون. فشلون هي بقى؟ هو قال لي انا ضرب 10 صار بدي اياهم. فانا سالت احد المشايخ بالشام كمان، قال لي انه سيدنا انه هذا المبلغ نحن بالتراضي مو ضرب 10. مزبوط، هو بالتراضي بالتراضي. بس لانه المال اللي اخذه منه استثماري وليس استهلاكي، انت اخذ منه مصاري بضاعه. هالبضاعه اللي اخذتها انت مو مصاري، اخذ بضاعه مواد. ايه، ما غليت البضاعه؟ بلا سيدنا غليت. ها، فلذلك حاول انك تتراضى انت وياه مشان ما تخسروا انتوا اثنين. طيب شلون هي سيدنا؟ هلا هو طالب مبلغ مو بالعقد، يعني هو طالب هلا 2.5 مليون. قل له ان شاء الله تطلب 100 مليون وما معي منه شيء، شو اعطيك يعني؟ قل له يا دوب عم ناكل ونشرب، طلب شيء بالمعقول مشان اعطيك اياه.
المهم شو المطالبات. اي سؤال ثاني سريع، هل يجوز بالنسبة للدواب إذا أجلكم الله إذا بدنا نقوصها ونذبحها بعدين؟ شو هي؟ كثير عم يسألون عليها هون بأوروبا. شو هي؟ مثلا العجل. إيه؟ العجل أو الخروف إذا بدنا نقوصه برأسه بعدين بنذبحه، هل يجوز؟ لا هذا بالنسبة له لا، بالصيد بنقوص الصيد وبعدين بيجوا بيذبحوا. يعني البقرة بيجوز نقوصها وبعدين نذبحها؟ لا ليش لنقوصها إذا كان بنستطيع نذبحها؟ لأن هون كثير عم يعسروا هذا الموضوع بأوروبا. يعني هن مشان يعني ما يعذبوها على أساس. إيه. عذبوها مرتين بالقواص والذبح. إلهي أوصون وما يسيبون مشان يموتوا من الرعب. آمين يا رب، الله يردنا سالمين. آمين أهلين عمو. الله يرضى عليك. كل شاب الله يجزاك الخير. أهلين عمو. سيدي عم نقدر نتواصل معك بعد البرنامج؟ بعد البرنامج؟ نقدر نتواصل معك؟ ندرسها والله مع الاذاعه اذا كان شيء يعني مثلا اسئله او شغلات او كذا بتسجل ممكن. اي والله لانه عم حاول اتواصل على صفحتك على فيسبوك ما عم بقدر بوصل لك، ما حدا عم يجاوبني. اي والله ما عم افتحها. واي صفحه اي صفحتك انت سيدنا؟ مليون صفحه في بالفيسبوك، بس عرفنا على اي وحده تبعك. في دروس فضيله الشيخ فتحي صافي. تمام. وفي صفحتي. اي نعم. الشيخ فتحي احمد صافي. الله يجزاك الخير سيدنا، بارك الله فيك والله يديمك ذكر لهالأمة الاسلاميه. لا تنسى لي حكم وعبر. هلا ابني بيستنفر ابني هلا حكم وعبر كمان. اي نعم عمرك سيدنا خلي لي اياك. اي نعم يا راسي يلا. الله يخلي لك يا يديمك وراسنا دائما. الله معك سيدي، مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا واستر على حرمانا، أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ورضنا وارض عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. مبارك إن شاء الله المولد النبوي الشريف، حياكم الله، السلام عليكم.